نسمع شباب السؤال الأول، مين يقرأ الآية؟ اقرأ بين المطلق والمقيد فيما يلي. بين المطلق والمقيد فيما يلي. يلا السؤال الأول، مين بحاول يجاوبه؟ بدك تطبق الخمس نقاط. يلا محمد جمال. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نشوف أول شيء إذا في نكرة. طيب، نحدد المطلق بمعرفة النكرة. أيوه، مريضا وسفر. سفر. مريضا وسفر. أيوه. سفر. وسفر. أيوه. كيف المطلق؟ مريضا نكرة. لم يحدد يعني مرض معين. طيب انا محدد مرض معين. تدل على الشيوع طبقه لاكثر من مرض. ايوه. وحقيقه مرض حقيقي. وغير شامل، ما بيشمل جميع الامراض دفعه واحده. ما بيشمل جميع الامراض دفعه واحده. دفعه واحده. تقبل التقييد. تقبل التقييد. ممكن تكون مرض مثلا خطير، مرض صغير، مرض. ايوه. هل هذا الكلام صحيح؟ شيخ بيتكلم على الصفه نفسها من الاشخاص، والكلام الاصل على الاشخاص المتصفين، صح؟ كلمنا هيك هون. هذا الكلام صحيح في علي غبار؟ ايش علي غبار؟ عليه غبار من جهة واحدة. شو؟ نقطة نولاية على الشمول، أكل مضغة عوالي من الغنق. يدل إيش؟ لا يدل على المرضى دفعة واحدة. لا يدل على دفعة واحدة. على الصفات المطلقة تكون غلط. هل يدل على دفعة واحدة جميع أنواع المرض؟ شيوع. خلينا نركز. هل يدل على جميع أنواع المرض؟ لا. 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 يعني جميع أنواع المرض في الآية؟ مطلق يعني لا يدل على جميع انواع المرض. على لا. يدل على جميع المرض. يعني مثلا اللي معاه سرطان، واللي معاه قلب مفتوح، اللي معاه سكري، ينطبق عليهم كلهم. ينطبق. اذا مش مطلق. اذا هذا مش مطلق. ليش؟ لانه ينطبق عليهم كلهم ايش؟ دفعة واحد. لكن شيخ، هل كل الأشخاص مرضى؟ هذا سؤال. هو تكلم على الصفة، ما تكلم على الأشخاص. نحن نتكلم عن كل الأشخاص. إحنا بنحكي اللي ينطبق عليهم الحكم. هل الحكم ينطبق على جميع المرضى؟ الجواب نعم، ينطبق على جميع أنواع المرضى. بس إذا في مرضى بدنا نستثنيهم بيجي إيش؟ التخصيص. أما بنطبق على جميع المرضى. مرض البنكرياس بنطبق؟ مرض السرطان؟ مرض القلب المفتوح؟ مرض 20 مرض احنا مش أخذ ده. إذا هذا ليس بمطلق. وقع فخ. وقع فخ. ليش مش مطلق؟ أنت يعني ليش مش مطلق؟ لأنه هذا يشمل ولا يشيع بالتناوب. يا اشمل، اجى واحد قال لك انا مريض بالبنكرياس، سكري معي وكذا وشيء، شو ماله؟ مضروب. واحد قال لك انا فاتح قلب مفتوح وكذا، وهيني قاعد في المستشفى بنازع وكذا وشيء، شو؟ مضروب. اذا يشمل. احنا فهمنا العكس. طب ما انت فهمت العكس وانا قاعد بفهمك الصح. انا قاعد بفهمك ايش؟ الصح. تركز شباب عشان تكون بين الأمور والمطلق.
فهذا مريضة، هذا إيش؟ نكرة في سياق الشر، فهي إيش من صيغ العموم؟ نكرة في سياق الشر، وتصبح تفهم جميع المرضى. فإيش؟ طبعاً كما قال غير واحد منا، فأفطر فعدة من أيام أخرى جميع المرضى. هو كان بالكرياس، قلب مفتوح، فشل كلوي، كلى، أيام شعبنا شعب، وإحنا نعطيناك فرصة. احنا قاعدين شباب بنجاوب لانه متعب هيك التدريس بصراحه، بس يعني عشان نستفيد يعني. بس انا امل انكم تراجعوا، وانتم مش متعاونين معاي، تروحوا على الدكان تتأسف ما هيك. انا اللي بتعب، انت متعب، بس انا بتعب عشان انا ما بعرف ادرس شيء الفقه. هاي مشكلتي في التدريس، ما بعرفش ادرس شيء الفقه. لازم تفهم هذا الفهم، اذا انت مش متابع معي شو بصير؟ أتعب. فأحيانا بروح على الدار برمين على الفرش بقدر أسوي إشي. ليش؟ لأنه مجهود كبير بذلته في إيش؟ وأنا بفهم فيك. أنا لو أنك مريحني بروح على الدار أقرأ. أنا خطبة الجمعة أحيانا ما بحب أخطب لأني بنفعل، وإذا انفعلت بدي يومين راحة. بتعب، بعرفش اخطب زي هذولا. انظروا ايها المسلمون الى ما يجب. ما بعرفش هيك، ما خطبت، بحاول امسك ما بقدرش. مركز. اذا جواب اخينا يعتذر عن قبوله. طيب نعطي فرصه لغيره يفكر، ما حد يفكر. ها تفضل. مطلق أيام ونهاية أخرى. أيام. طيب وين كيف أيام مطلق؟ أيام لأنه اسم جمع نكرة في سياق الإثبات. نكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم. لكن أهل العلم يعتبرون الإثبات المطلق. ماشي أيوة. جمع يفيد جميع أي أيام. شو يفيد أي أيام؟ جميع الأيام إطلاق. أنت أيام. خلينا على أول نمشي نقطة مقطع البلد نمرة. أيام نكرة في سياق الإثبات. أول إيش حبيبي؟ بدك تطبق النقطة الأولى، إيش عم نقول النقطة الأولى حبيبي؟ النقطة الأولى. اقلب الصفحة. ايش مكتوب هسه بالكلمة؟ معك صفحتين عاد انت مشخص، معك انت النوار. النكرة ثاني شيء يدل على حقيقة. أيام. النكرة، وين النكرة؟ أيام. فعدة من أيام. فعدة من أيام. أيوه، شو الأيام؟ وين النكرة فيها؟ إنها تدل على الشيوع. تقول عن الشيوع؟ قول الشيوع جميع. إذا نقول جميع، إذا هذا عموم ورطط. قول جميع الأيام، فهذا عموم، هذا بالشيوع صار هذا إيش؟ شمول. إذا جوابك يعتذر عن قبول. ليس معنى هذا أن الجواب خطأ، بس أنت مش عارف تعرفه. عشان نرفع معنى وجهة التنمر. أيام نكرة في سياق الإثبات. خلينا الشباب بعد نحل مع بعض. خلينا نحل مع بعض بكرة. وين النكرة في الكلمات التي فيها نكرة في الآية؟ أيام. مريضة. مريضة.
قلنا ما بتضبط. ليش؟ لأنه هي نهجرة في سياق الشرط فادة العموم. سفر نفس ليش؟ وإذا كتب يا هرباو اكتب يا شيخ خالد اكتب بينك ربنا. أو به أذى ورع لا أذى لبعدين. فعدة ومن إيش هي عدة؟ إيش هي عدة؟ مثل عمل مصدر. هل هي اسم ولا فعل؟ اسم 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 عمل فعل. فعدة شو يعني معنى عدة؟ نعم عدد من الأيام. إذا عدة عدد من الأيام. النكرة وين؟ في عدة. النكرة هو عدة. هاي النكرة خلينا نشوف النكرة هاي. الشرط الثاني شو حكينا؟ أنها تدل على حقيقة. هل هي تدل على حقيقة؟ الجواب نعم. وهي عدة حقيقية. وهي عدة حقيقية. شو العدة الحقيقية؟ بصيام أيام. بصيام أيام. طيب العدة على ماذا ترجع؟ على الأيام. على الأيام أحسن خلص تكفش. إذن عدة وأيام تمالهم مترابطات. فبتقبل هاي وبتقبل هاي لأنه هي العدة اللي هي إيش؟ الأيام. الأيام أيام برضو شو مالها؟ نكرة. نكرة. طيب هل تدل على حقيقة؟ نعم. نعم. اليوم حقيقة. والصيام فيه حقيقة. والقضاء فيه حقيقة. والأحداث اللي فيه حقيقة. ثلاث. هل تدل على الشيوع؟ نعم. شو يعني شيوع؟ إيش؟ انت حكيت صفات. شرحنا اربع خمس مرات هاي السادسه. صفات هل تدل على صفات؟ جواب نعم. ايام اليوم له بدايه وله نهايه. طيب هل يدل على جميع؟ الجواب لا. لا. أيوم. لا يدل على جميع الأيام اللي بفطر في رمضان بصوم كل الأيام. لا. جميع الأيام. لا. بصوم إيش؟ بصوم إيش؟ أيام. أيام. على الشرك. بصوم أيام. وصوم عدة. طب هاي العدة والأيام تقبل التقييد؟ نعم. 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 بيعرف يرفع ايده بس بتريحوني لو بترفعوا ايديكم بتوقع الضغط عندي يعتدل. شوف عشان اعرف مين اللي بيرفع ايديه هي هذول مش راضيين يرفعوا. هاي سبهاوي. انا سبهاوي حليب نياك. بس مش عارف شو صار. طب وين الكلاشة في كتفه يا أبو زمان؟ أربع أسور مش شايف. يلا أيها الرملي تقبل التقييد. تقبل التقييد في إيش؟ يبدأ في زيادة صفات لها. إيش هي؟ أن تصام بدل الإفطار. لا في عدة. إيش هي عدة الأيام؟ أخرى. ايش اخر؟ وهي ايش هي الاخر؟ يعني غير الايام اللي افطرها. هسه هاي بدها صفه الها صفات. هاي اخر وصف عام لهذه الايام. احنا بنقول تقبل التقييد؟ لا
نعم. ايش ما هذا اللي بنقول زي ايش؟ ايام غير يوم الاربعاء. ايام هذا وصف من هيك تقيل. يوم مشمس، يوم بارد، يوم طويل، يوم قصير. يعني شوف هذا يقبل التقييد. فعدة من أيام مشمسة. فعدة من أيام إيه؟ باردة. هذا شو ماله؟ وصف، لكن شو ماله؟ ملغى. ايش الشرع؟ الخلاف بين العلماء. فعدة من ايام متتالية ولا فعدة من ايام متفرقات؟ هذا سبب الخلاف بين العلماء في القضاء. شو سبب؟ شو العلماء اختلفوا على قوله؟ منهم من قال من اراد القضاء فهو مطالب بايش؟ ب متتابعات، متتاليات. ومنهم من قال ايه؟ متفرقات. شو سبب الخلاف؟ اللي بدك بكلمة واحدة اللي بتحكيش ارفع ايدك، ما هو سبب الخلاف؟ الاطلاق. احسن، ما بلش في حياة الاطلاق. في هنا اطلاق هون. بدك تعرف ليش اختلف الفقهاء؟ في اطلاق. فعدة من أيام أخرى، هاي الأيام الأخرى والعدة جمالها تقبل أن تكون مقيدة، ما تقبل التقييد بإيش؟ متفرقة أو متتالي. نعم، بالتتالي أو تفرق. فطبعا زي شيخنا الألباني كان يرى التتابع، أولا لعموم قوله تعالى فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا لمغفرة من ربكم، وففروا إلى الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فيعني النصوص الآمرة بالمسارعة. هذا قول. نرجع نرتب المعلومة. اكتب عندك هسه، شو بدك تكتب؟ حدد الدوام. واحد، النكرة في الآية عدة وهي تعود إلى أيام. اثنين، أن عدة أو أيام حقيقة موجودة لها بداية ولها نهاية. وأيام تدل على الشيوع، حيث تقبل أن تكون متتابعة أو متفرقة. رابعا، لا تقبل الجميع، لأنه إما تتابع وإما تفرق، ولكن لا تقبل أن تكون، ولكن تقبل الجميع ب التناوب. تقبل التقييد، أيام تقبل التقييد بقولنا أنها متتابعة أو
متفرقه.